في هذا الفيديو سنساعد أكثر من 100 كلب ضال في العثور على منزل مريح. الشيء المشترك بينها هو أن أصحابها تخلوا عنها أو أنها أحضرت من ملاجئ القتل. ربما كان بعضها سيموت بعد تحميل هذا الفيديو. ولهذا السبب أحضرناها إلى هنا إلى ملجأ الكلاب الضخم لتبنيها. ولإظهار مدى جديتنا في الفيديو، لدينا جيش من المدربين ومنزهي الكلاب، وكذلك فريق كامل مخصص لمداعبة الكلاب. تأكدوا من حصولهم على الكثير من الحب. أريدها أن تكون سعيدة، أقصد الكلاب. وكانت الكلاب سعيدة بالفعل، لا سيما مع حضور أول متبني. مرحبا، تفضلا بالدخول. ماذا؟ تمتلكان كلبا وتريدان تبني كلب آخر؟ نريد كلبا صغيرا ليكون صديقا لكلبنا. وإن تساءلتم من أين أتى هذان الشخصان، فقد أنفقنا مئات آلاف الدولارات على حملة إعلانية على مستوى الولاية لجذب أكبر عدد ممكن منهم. ما رأيكما في بيسكت؟ أوه إنها لطيفة. يمكنكما أخذهما إلى الحديقة والسماح لهما بالأعزاء.